بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قاعدة تقول: إذا لم يكن هناك تفاهم فلم يكن هناك حوار. لذلك نقول: إذا لم يكن هناك انسجام، اشتكى أحد الزوجين أنه لا يوجد انسجام، أو اشتكت أم الزوج أو أم الزوجة أنه لا يوجد انسجام فيما بينهم، فنقول السؤال الأول: هل كان هناك حوار؟ ولا نريد أن ندخل في تفاصيل في هذا الموضوع، كيف يكون الحوار، ما هي الحوارات، لكن نقول عندما تبدأ في اختيار شريك حياتك وتبدأ في حياتك الزوجية، فلا تضيع الوقت في النقاش في التافه من الأمور، بل اجعل الحوار يتبنى بعض الموضوعات المهمة لبناء أسرة طيبة. يعني ماذا تريد من هذا الزواج؟ ما هي أهدافك؟ لا يكون الحوار عن ماذا أريد أن ألبس في ليلة العرس، أو ماذا أريد أن أضع في غرفة النوم. هذه أشياء طيبة يتم النقاش عليها، لا نقول لا نتناقش ولا نتحاور عليها، ولكن الحوار يكون في الأمور التي تؤدي إلى بناء أسرة طيبة. ما هي أهدافنا؟ كيف نريد أن نربي أبناءنا؟ ما هي البيئة التي نريد أن نبدأ بها؟ إذن لنستثمر الأوقات المهمة والأوقات الطيبة ليس في النقاش في موضوعات لا تخصنا، ولكن لنتناقش مثلا كيف نريد أن نعالج أي خلاف يحصل بيننا. هذا هو الحوار الذي ينتج عنه. إذا عالجنا واتفقنا على هذه الأساسيات والأطر، فهنا نكون قد أنشأنا ماذا؟ أنشأنا الهيكل العام لبناء أسرة طيبة. أما إذا جلسنا في النقاش والحوار في أمور لا تخص الأسرة ولا تعين على بناء الأسرة، فبذلك نكون قد هدمنا هذا الإطار وإيش؟ وسرنا في طريق النزاعات والصراعات وما إلى ذلك. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.